حملة واسعة أسهمت في غرس ألف شجيرة بالقطب الحضاري الجديد بالجلفة. العملية تأتي تزامنا مع حملة التشجير الوطنية والمستمرة إلى غاية نهاية شهر مارس المقبل تحت شعار فلنغرسها. اليوم أبينا إلى أن نحضر هذه المبادرة، حملة تشجير في حي حواري بومدين قطب تحت شعار فلنغرسها. مبادرة بيئية اختير لها عدد من أصناف الشجيرات التزيينية لتشمل بعدها كل أحياء المدينة تعزيزا لثقافة التشجير في الوسط الحضري. تم انطلاق عملية تشجير على مستوى بلدية جلفة اليوم انطلاق السبت 22 نوفمبر 2022 بالقطب الحضاري والتنسيق مع كافة قطاعات محافظة قباط ومؤسسة طاسفة وحضرة بلدية جلفة وجمعيات والمجتمع المدني وكافة المواطنين، والعملية مستمرة إلى غاية تشمل أحياء المدينة جلفة. غرس أكثر من 31 مليون شجيرة عبر التراب الوطني في موسم التشجير 2020-2021، يدخل ضمن أهداف المخطط الوطني للتشجير لسنة 2000 للرفع من نسبة الغطاء الغابي من 11 إلى 13%.